غارتان أمريكيتان جديدتان ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. مئات قتيل في سوريا وتنظيم الدولة في مرمى غارات لقوات الأسد. مبادرة جديدة لشيوخ القبائل في اليمن لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه نشرة الأخبار من قناة المجد، أهلا بكم. شنت الولايات المتحدة غارتين جويتين جديدتين ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن الطائرات الحربية الأمريكية والطائرات من دون طيار دمرت 7 آليات مدرعة لهذا التنظيم. وأضاف أن هدف هاتين الغارتين حماية أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. قتل 10 أفراد من قوات البشمرجة وأصيب 12 آخرون في تجدد للاشتباكات مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك في أعقاب عملية توغل نفذتها القوات الكردية في بعض القرى بسهل نينوى في الموصل شمالي العراق، وذلك بغرض استعادة السيطرة عليها من قبضة مسلح التنظيم. وفي الصعيد ذاته طالبت قوات البشمرجة من المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم العسكري في ظل استمرار أعمال القتال الحالية مع مسلح التنظيم في جبهات عدة. رحب العراق بخطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتشكيل ائتلاف دولي واسع للتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية، واعتبر هشيار زيباري وزير الخارجية العراقي في الحكومة السابقة اعتبر أن هذه الخطوة رسالة دعم قوية لبغداد في تصديها لمقاتلي التنظيم، مضيفا أن بلاده دعت مرارا شركائها الدوليين لتقديم المساعدة والدعم بسبب ضعف القدرات الأمنية واللوجستية. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي إن التشكيلة الوزارية أصبحت في مراحلها الأخيرة، مبينا أن أسباب تأخير تشكيل الحكومة يأتي نتيجة إصرار كتل سياسية على طرح مرشحين غير مناسبين. وعبر العبادي عن رغبته في أن تتعاون جميع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة التي تهدد استقرار الدولة. وكشفت مصادر سياسية عن توصل اتحاد القوى الوطنية والتحالف الوطني لاتفاق على حصول الأول على وزارة الدفاع ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة. ارتفعت حصيلة قتلى غارات طيران الأسد على محافظة الرقة إلى أكثر من 50 قتيلا. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات استهدفت عدة أهداف في المدينة، أبرزها معسكر الطلائع والذي يتخذه تنظيم الدولة الإسلامية مقرا لتدريب مقاتليه. وأشار المرصد إلى أن الطيران الحربي قصف أيضا بالبراميل المتفجرة مبنى تابعا لوزارة المالية وسط مدينة الرقة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 46 شخصا في أحدث حصيلة لها للعمليات العسكرية التي شنتها قوات الأسد على عدد من المدن الثائرة اليوم. في سياق متصل أشارت الشبكة إلى قيام مروحيات الأسد بقصف بلدة طيب الإمام في حماة، ما خلف دمارا هائلا وكذا قتلى وجرحى. بعدما خسر الأسد قرية مسحرة في ريف القنيطرة بمحيط الجولان لصالح قوات المعارضة خلال الأيام الماضية، حاولت قواته استعادة القرية من قبضة الثوار، فكان القصف المروحي ثم المدفعي من نصيب القرية طوال الساعات الماضية، وذلك تمهيدا لقيام قوات جيش الأسد باقتحام القرية وفقا لما ذكرته مصادر بالمعارضة السورية. تعرضت بلدات حيان وحريتان وكفر حمرة وعندان في الريف الشمالي للمحافظة، تعرضت لغارات جوية بالبراميل المتفجرة أوقعت دمارا هائلا.
كما تواصلت عمليات قوات الأسد الوحشية في حمص، حيث تعرضت مدن الرستن والحولة والغنط لقصف بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال ونساء، فضلا عن اندلاع النيران بعدد من المباني السكنية والمحال التجارية. وفي العاصمة دمشق واصل الطيران الحربي غاراته بالبراميل المتفجرة على حي جوبر، وهي الغارات التي بدأها النظام منذ أكثر من أسبوع. وعلى مقربة من حي جوبر شهد حي تشرين وسط العاصمة اشتباكات عنيفة بين كتائب الثوار وعناصر من قوات الأسد، وفقا لما ذكرته شبكة سوريا مباشر التي أوردت أنباء عن تكبد جيش الأسد خسائر فادحة في المعدات والأفراد. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من سوريا الناشط السياسي والإعلامي الأستاذ علي الحسن. أستاذ علي، بعد التحية، كيف تقرأ المشهد الأمني والميداني السوري في ضوء تصعيد نظام الأسد لضرباته ضد تنظيم الدولة داعش في المدن الثائرة؟ يعني نظام الأسد الآن هو في الحقيقة لا يستهدف داعش بشكل جدي، هو يستهدف المدنيين الذي في المناطق التي تسيطر عليها داعش بشكل أكبر. الدليل على ذلك ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم حتى الآن قتل نظام الأسد 106 أشخاص، فقط الجنود منهم هم 16، وبالتالي لدينا 90 مدني، لأنه لدينا 7 أطفال 6 نساء، يعني تقريبا 10% من الضحايا هم من المدنيين. يعني أما العلاقة بين داعش وبين نظام الأسد فكانت علاقة محبة ومودة حتى الفترات الأخيرة عندما قويت داعش وشعرت أن بإمكانها أيضا السيطرة على مناطق السيطرة عليها نظام الأسد فانقلبت عليه، لكن يعني الرقة منذ متى خرجت عن سيطرة النظام، وأيهما تقصف أكثر، الرقة أم حلب؟ يعني الرقة خرجت منذ سنة ونصف، مجموع ما قصفت فيه الرقة هو يعني يوم أو يومين في محافظة حلب، القنابل البرميلية التي تسقط، أو يوم في محافظة ريف دمشق أو درعا، وحتى في المناطق التي تسيطر عليها في دير الزور ولا يقوم باستهدافها وقصفها. لكن الآن هو يعني الرسالة، هو يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي أنني أنا حليف فعال في مواجهة داعش والإرهاب، وفي الحقيقة هو من قام والاستخبارات الإيرانية بصنع وباختراقها بشكل كبير، وهذا يعرفه السوريون بشكل جيد، لأن داعش هي الثوار في الحقيقة، هم يقاتلون النظام من طرف ويقاتلون أيضا تنظيم الإرهابي داعش من طرف آخر. نعم أستاذ علي، يعني في ظل هذه التطورات التي ذكرتها، يعني الثورة السورية إلى أين؟ الثورة السورية هي بالحقيقة هي ثورة تحولت إلى مرحلة استنزاف شديد، وبالتالي مثل ما بيقولوا بالسورية عندنا كسر عظم، لا مناص من المضي قدما، أي فكر في الرجوع إلى الوراء، نظام الأسد سوف يبيد ما تبقى ومستعد أن يقتل مليون من السوريين. الآن هو قتل بحسب إحصائيات الأمم المتحدة تقريبا أكثر من 200 ألف إلى شهر فقط، هو شهر نيسان الماضي، الآن يعني نقول 220 ألف تقريبا أو 215 ألف، هو مستعد أن يقتل، قتلهم الآن خلال 3 سنوات، إذا توقفت الثورة أو كسرت لا سمح الله فهو مستعد أن يقتل كل من في السجون ببطء شديد واستراتيجية طويلة الأمد، يقتل أيضا كل المتبقين، يقتل يستمر في القتل مليون، وثم سوف يعني يرد الصاع، يمد الإرهاب إلى، هو الآن في حالة ضعف، يمد الإرهاب إلى الدول الصديقة إلى التي ساعدت الشعب السوري ينتقم منها كدول الخليج العربي، السعودية وقطر الإمارات، وأيضا إلى دولة الأردن وإلى تركيا. هو سيتعافى وسيمتد بالإرهاب، هو لابد من استئصال نظام الأسد، لأنه استئصال نظام الأسد لو أنه استئصل من 2011 أو 2012 لما ظهرت داعش، لما تمددت الميليشيات الإيرانية
الشيعية التي تقاتل، يعني الميليشيات الشيعية هي أشد تطرف من داعش. الجميع نعم يتكلم عن داعش ولا يتكلم عن الميليشيات الشيعية، ولفظ حتى الميليشيات الشيعية غير منتشر في الإعلام نعم العربي للأسف، صحيح. أما الإعلام الميليشيات السنية لفظ منتشر. نعم، أخيرا أستاذ علي، بعد اقتراح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتشكيل ائتلاف دولي للقضاء على تنظيم الدولة في العراق، يعني هل تتوقعون أن ممكن أن يخطو المجتمع الدولي أو يخطو الغرب هذه الخطوة في سوريا بإرسال قوات لمواجهة تنظيم الدولة في سوريا؟ هو تأخر كثيرا، وهو أيضا يوجه الضربات لداعش أمريكا في العراق ولا تقوم بنفس الشيء في سوريا، وكأنها يعني ترسل رسالة غير مباشرة للتنظيم بأن يتوجه إلى سوريا، لأن التمدد هناك مسموح وأسهل وما وكل هذه الأمور. من الذي يعني المجتمع الدولي وأمريكا هي يعني بتخاذلها عن نصرة الشعب السوري وارتكاب النظام السوري للمجازر الطائفية، هو من أبرز الفكر الطائفي، لأنه يسمح لداعش بأن تبرز هذا الخطاب: لا يوجد من ينصركم، نحن أتينا لنصركم، المجتمع الدولي حقير، تركوا نظام الأسد يقتلكم. هذا هو الخطاب: العرب لا ينصروكم، نحن جئنا لنصرتكم. ويضحك على عقول يعني الشباب الوطن العربي، ويجذب المئات منهم، وهذا هو خطاب، هو يحمل خطاب طائفي في وجه الميليشيات الشيعية الإيرانية، ويزاود على الباقين. هذا هو فكر داعش باختصار: إذا ضربوا في العراق دون ضربه في سوريا، يعني عبارة عن زيادة لقوة التنظيم في سوريا. لابد من استهداف التنظيم في العراق وفي سوريا، ولابد أيضا من استهداف المجرم الأساسي بشار الأسد أيضا. نعم، من سوريا الناشط السياسي والإعلامي الأستاذ علي الحسن، شكرا جزيلا لك. أعلن الجيش اللبناني أنه يحقق في صحة الصور التي تظهر قيام عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية داعش سابقا بذبح جندي لبناني محتجز لديهم بعد أسبوع على إعدام جندي آخر. وكان التنظيم أعلن في وقت سابق أنه أعدم الجندي ردا على مراوغة الحكومة اللبنانية ورفضها مقايضة العسكريين بأسرى لديها، فيما تحدثت تقارير منسوبة للتنظيم أنه تم إعدام الجندي بعد محاولته الهرب. هذا ولا تزال مجموعات مسلحة تحتجز نحو 30 عنصرا من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي خطفوا من عرسال إثر هجوم على البلدة في أغسطس الماضي. أفادت مصادر أمنية في لبنان بأن دورية تابعة للجيش تعرضت لإطلاق نار في بلدة القاع شرقي البلاد. وأضافت المصادر أن 3 مهاجمين على متن دراجة نارية أطلقوا النيران عند المدخل الرئيس لبلدة القاع، فردت دورية أمنية على مصادر النار، ما أسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر، فيما تم توقيف الثالث. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. السيسي يدعو المصريين إلى الصبر على انقطاع الكهرباء. أهلا بكم من جديد. قتل 12 شخصا في اشتباكات وقعت بين القبائل اليمنية المدعومة من الجيش والمتمردين الحوثيين شرق العاصمة صنعاء، ليرتفع عدد قتلى الاشتباكات منذ الخميس الماضي إلى 40 شخصا بينهم 30 حوثية. في الأثناء طرح شيوخ قبائل في اليمن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تتضمن رفع مخيمات الاعتصام من محيط صنعاء في حال الشروع بتنفيذ بنودها وتشكيل حكومة جديدة. لا أحد بمقدوره التكهن بما ستحمله الأيام القادمة في اليمن، لكن هناك واقعا على الأرض يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن البلاد ذاهبة لا محالة إلى زمن يختلف كل الاختلاف عن سابقه. وأملا في خروج البلاد من النفق المظلم الذي تسلكه الآن، عقد مشايخ القبائل اجتماعا مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محاولة لتقريب وجهات النظر بين السلطة وحركة التمرد الحوثي.
الاجتماع تمخض عن مبادرة طرحها شيوخ القبائل وشخصيات عامة في اليمن لحل الأزمة السياسية في البلاد، تتضمن قيام الحوثيين برفع مخيمات الاعتصام من محيط صنعاء في حال الشروع بتنفيذ بنودها وتشكيل حكومة جديدة. مصادر قبلية قالت أيضا إن المبادرة تتضمن تخفيض 1000 ريال من أسعار المشتقات النفطية وتشكيل حكومة يخضع رئيسها والوزارات السيادية فيها للتوافق. ولكن الأبرز في تلك التطورات هو ما حملته الأنباء من أن حركة التمرد الحوثي أعطت الضوء الأخضر على تلك المبادرة، وهو ما يمثل بارقة أمل نحو تطويق الأزمة الراهنة. على الصعيد الميداني، وقعت اشتباكات عنيفة بين القبائل اليمنية المدعومة من الجيش اليمني والمتمردين الحوثيين الشيعة شرق العاصمة صنعاء، خلفت قتلى وجرحى. وذكرت مصادر قبلية أن القتال اندلع في منطقتي الغيل ومجزر على مشارف محافظتي الجوف ومأرب شرقي صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن رجال القبائل تمكنوا من السيطرة على مواقع استراتيجية للحوثيين، ورغم حدة المواجهات فقد توصل الطرفان إلى اتفاق على هدنة لمدة ساعات قابلة للتمديد. اليمن الذي كان يوما ما سعيدا يقف الآن أمام مسارين لا ثالث لهما، فإما أن تنتصر الإرادة الشعبية الراغبة في الاستقرار لهذا الوطن، وإما أن يكون البديل هو المشروع الحوثي ذا الأجندات الخارجية المعلومة للقاصي والداني والتي تستهدف مزيدا من المد الشيعي لمصلحة إيران. وكما نوهنا قبل قليل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قطاع الكهرباء في بلاده يعاني من أزمة بسبب عدم تطوير القطاع على مدى السنوات الماضية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. وأوضح السيسي في خطاب متلفز أن احتواء أزمة الكهرباء يحتاج إلى 130 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة. وطالب السيسي الشعب المصري بالصبر ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات التي لا تقتصر على قطاع الكهرباء وحده. كان قطاع كبير من محافظات مصر تعرض الخميس الماضي لانقطاع الكهرباء لعدة ساعات. اختارت حركة الشباب الصومالية المسلحة أحمد عمر أبو عبيدة زعيما جديدا لها بعد تأكيدها مقتل قائدها أحمد عبدي جودان في قصف أمريكي. من جانبها، حذرت الحكومة الصومالية من موجة من الهجمات الانتقامية التي قد تشنها حركة الشباب المسلحة. وصرح وزير الأمن القومي خليف أحمد أريج بأن الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات تشير إلى أن حركة الشباب تخطط لشن هجمات ضد منشآت طبية ومراكز تعليمية وغيرها من المباني الحكومية. كان الرئيس حسن شيخ محمود عرض على حركة الشباب إلقاء الأسلحة وقبول العفو. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الحكومة التركية الجديدة برئاسة أحمد داوود أوغلو تفوز بثقة البرلمان. أهلا بكم مجددا. وكما جاء في التنويه، فازت حكومة رئيس الوزراء التركي الجديد أحمد داوود أوغلو بثقة البرلمان، وذلك بعد أسبوع من تنصيب رجب طيب أردوغان رئيسا للبلاد. وحصلت حكومة أوغلو على تأييد 306 أصوات مقابل معارضة 133 صوتا خلال التصويت الذي جرى السبت. وتعهد أوغلو بأن تعمل حكومته ليل نهار من أجل بناء تركيا جديدة تستند إلى اقتصاد مزدهر ودستور جديد وإقرار السلام مع الأكراد. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس بيترو بوروشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أكدا خلال اتصال هاتفي أن وقف إطلاق النار الذي وقع الجمعة في مينسك محترم بشكل إجمالي، وأشارت إلى أن الرئيسين بحث في الإجراءات التي يتعين اتخاذها لكي يكون لوقف إطلاق النار طابع دائم. كانت حكومة كييف والانفصاليون قد تبادل الاتهامات بشأن خرق إطلاق النار في الشرق الأوكراني بعد ساعات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ. لم يكد يجف المداد الذي كتب به اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين حتى عادت أعمال العنف من جديد لتضرب شرق البلاد المضطرب، وذلك بعد ساعات من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. وبين أخذ ورد،
اتهم كل معسكر الطرف الآخر بخرق هذا الاتفاق. الحكومة الأوكرانية من جانبها اتهمت الانفصاليين الموالين لروسيا بإطلاق النار على مواقع للجيش الأوكراني، وذلك بعد دقائق من إبرام الاتفاق. وأوضح المتحدث باسم الجيش أندري ليسينكو أن إطلاق النار وقع في منطقتي دونيتسك ولوغانسك مع قلي الانفصاليين، وأضاف أن قوات الجيش لم ترد على هذا الخرق وأنها لا تزال تحترم بنود وقف إطلاق النار الموقع في مينسك عاصمة روسيا البيضاء. ما حدث هو خرق لبنود اتفاق وقف إطلاق النار مع المسلحين، وما أود التأكيد عليه أننا سوف نلتزم به رغم خرقه من قبل الانفصاليين، والأيام المقبلة سوف تثبت أن الانفصاليين يسعون إلى عودة أعمال العنف من جديد. في المقابل اتهم الانفصاليون قوات كييف بانتهاك وقف اطلاق النار، مشيرين الى ان قوات الجيش اطلقت قذائف عدة على اهداف للمسلحين عند اطراف دونيتسك، وكذلك على قافلة اسلحة ثقيلة تابعة للانفصاليين كانت قادمة من منطقة مجاورة. انتهاكات قوات كييف لم تتوقف عند هذا الحد بحسب مصادر تابعة للانفصاليين، حيث أطلقت القوات الأوكرانية نيرانها على مواقع في بلدة ميفروسيفكا شرقي البلاد، ما أدى إلى تضرر بعض المنازل. الاتهامات المتبادلة بين حكومة كييف والانفصاليين تلقي بحسب مراقبين بظلال من الشك على مدى إمكانية أن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من أن يكون هذا الاتفاق قد ولد ميتا. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الأمم المتحدة تسعى لوقف انتشار فيروس إيبولا خلال 9 أشهر، وأشار مون إلى أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، داعيا إلى تعبئة دولية لمواجهة هذا الوباء. وأوضح مون أن عددا من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تعهد بتقديم 600 مليون دولار لدعم دول غرب أفريقيا، خاصة غينيا وليبيريا وسيراليون التي تعاني أكثر من غيرها جراء إيبولا. في نبأنا الأخير، أسفرت الأمطار الغزيرة في باكستان وشمال الهند في الأيام الأخيرة عن مقتل أكثر من 200 شخص، حيث أعلن مسؤولون في باكستان أن الأمطار أسفرت عن مقتل 106 أشخاص في الأيام الثلاثة الماضية وألحقت الأضرار بآلاف المنازل. وفي الهند، أوقعت الأمطار الغزيرة والفيضانات أكثر من 100 قتيل وحاصرت آلاف الأشخاص. في ختام نشرتنا هذه، إلى حضراتكم أهم ما ورد بها من عناوين: غارتان أمريكيتان جديدتان ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، 100 قتيل في سوريا وتنظيم الدولة في مرمى غارات لقوات الأسد، مبادرة جديدة لشيوخ القبائل في اليمن لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. من قناة المجد قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، من الجميع لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.